بس بتغير شيء الوضع بلبنان؟ ما بعرف، هذا سؤال مش لغوي. لا يعني مش لغوي، مش مش بنعرفك سياسي. أيوة. كمان مش بس لغوي. ما بعرف اذا بهالموضوع عم بتعدى على على معلومات مش من اختصاصي، بس كشاب سرياني لبناني بقول انه الكنيسة المارونية والمجتمع الماروني عندهم مسؤولية خاصة بمستقبل، بما يخص مستقبل المسيحية بلبنان بشكل أساسي وبالشرق بشكل عام. هالمسؤولية هاي هي مسؤولية سياسية بشكل بدرجة أولى، مش مسؤولية إيمانية. يعني أوقات بحس بقلبي أنه كل ما ينطرح الموضوع بينطرح الموضوع بس من المنطلق الإيماني والروحي. المنطلق الإيماني والروحي، المنطلق الإيماني والروحي كتير مهم، وأكيد هو اللب تبع وجودنا بالشرق. ولكن الوجود المنطلق الإيماني والروحي مش كل شيء. مسؤولية استمرار الوجود للشعب المسيحي بلبنان وبالشرق منه مرتبط بس بإيماننا، مرتبط بوجودنا على الأرض كلحم وك يعني كشحم ولحم. يعني ما فينا نوجد بس كملايكة مثل ما مرة استهزأوا فينا القيادات السياسية الإيرانية وقت اللي لمحوا، ما قالوا بشكل مباشر بس هيك بالتلميح، انه عم بيحكوا بفضائل الديانة الإسلامية انه بتعالج الإنسان بالروحانيات وبالجسدانيات مش بس بالروحانيات مثل ديانات تانية. يعني لمحوا انه الديانة المسيحية بس بتعنى فينا كملائكة عايشين بالسماء، اما على الارض ما قلنا اي قيمه. وانطلاقا من هون اذا بتحب كمان تكمل التعليق، انه مسؤوليه السياسيين بلبنان مش كل ما يطلعوا على التلفزيون يفرجونا انه لانه نحن تصرفاتنا مش مسيحيه مش ايمانيه يعني لازم نروح نعترف باخطائنا بخطايانا حتى يسمحوا لنا جيراننا نعيش بالشرق. اذا نحن بنعمل خطايا معهم حق يقتلونا. يعني تقريبا هالديسكور ماشي، هالنوع من الخطاب السياسي ماشي، انه نحن المسيحيين بحق لنا نعيش على ارضنا على وطننا اذا نحن منتبع الوصايا العشرة، واذا منروح على الكنيسة يوم الاحد، واذا ما منخطي خطايا مميتة ساعتها بحق لنا نعيش هونيك. فهالنوع من العقلية في لك خبرية عندي. أيوه. كل حال رح اجيب لك خبرية. أيوه. نضطرناهم كثير على الخط بس لانه موضوع مالفون وجوزيف كان كثير مهم انه نحكي. اهلا وسهلا فيكم، مين معنا على التليفون؟ الو، بونسوار توني. اهلا بونسوار باسكال الشمس. اهلا باسكال، كيفك؟ بونسوار بيير. بونسوار، مساء الخير للدكاترة اللي عندك كمان. اهلا اهلا. يعني سوري كثير، انا اليوم بعتذر عن عدم وجودي بالحلقه يعني مميزه جدا، وعم تابعكم اكيد من البيت. فلو اني موجوده كان بدي اساله بس سؤال صغير للدكتور جوزيف بخصوص كونه باحث بال باللينغويستيك يعني. طبعا. شو هن اللهجات الاراميه الموجودين؟ لانه نحن اداره المدارس بالسويد معترفه بتوقع اذا ماني غلطانه يا ثلاثه او يا اربع لهجات، مش لغه، لهجات اراميه. شو هن اللهجات الاراميه اللي نحن بنعرفهم، وشو هن اللي نحن هلا عم نستعملهم بالايام العاديه، او اي دول؟ ما بعرف اذا فيك توضح لنا هيك دكتور شوي. اوكي، هذا كل شيء باسكال؟ هذا كان كل شيء، بس ما بدي اطول عليكم، وبدي اقول لكم يعطيكم الف عافيه مره ثانيه، وان شاء الله برجع انا بشوفكم عن قريب. الله يرضى. سلامتك. شوي نشفى. سلامتك. اكيد اكيد. ايه دكتور؟ ايه تفضل. شو بنقول لها لباسكال؟ بنقول لها اول شيء سلامتك، اول شيء بنقول لها بدنا نقول لك سلامتك. وسؤال سؤال كثير بمحله. انا قريت من يوم او يومين انه في بلديه من بلديات السويد عم بتحاول
بتستعمل اسم نوعا ما اسم سياسي لاسم للغتنا اللي عندها اسم تاريخي وما بيلبق لها يعني يقعدوا يركبوا لها يلزقوا لها اسامي يعني. اسم التاريخي للغتنا بكافة اللغات اللي بتستعمل اللغة واللي ما بتستعمل اللغة، لا بعد لهلا ما حدا سماها الا ارامي او سرياني. يعني ما حدا سمى لغتنا شيء تاني غير في مجموعة حزبية. وبس اقول مجموعة حزبية يعني بتأسف انه ارائهم شوي ما بعرف عشو مرتكزة. عم بقول ما بعرف حتى ما هين حدا يعني. بيستعملوا اسم اقل ما يقال فيه انه ما بيليق بتسمية لغتنا العريقة. الناس اللي حملوا في طائفة سريانية حملت اسم الطائفة الأشورية عمدة يمكن أكثر من 100 سنة. هالطائفة هاي بذاتها ما بتسمي اللغة إلا سورايا، وبيسموا اللغة سورث يعني سورائيث بمعنى سريانيا. يعني بس يحكوا بيقولوا همزومخ سورائيث أو سورث يعني عم نتكلم سريانيا. حتى هالطائفة يلي عمرها كل عمرها بتسمي حالها آخر مية أكثر من 100 سنة بتسمي حالها أشوري، ما سمت اللغة أشوري. في حزيب صغير وحزوب مجموعة صغيرة عم تستعمل للأسف كل نفوذها، عم تستعمل كل نشاطها. عندهم نشاط كتير يعني بيحسدوا عليه، بس للأسف عم بيستعملوه بشكل ما بيليق ولا بتاريخنا ولا بهويتنا ولا بشعبنا. عم بيستعملوه بشكل مثل واحد عم بيعمل نكايات بالتاني بدون اي نتيجه يعني، بدون اي، مثل واحد عم بيراوح مكانه. لغتنا ما بعرف عشو مرتكزين ليجربوا كل هالتقل، يحطوا كل هالتقل ليسموها اشوري، علما انه ما في حدا يعني تاريخيا سميها اشوري. راحوا انعوا بعض الناس اللي عندهم مركز قرار، مركز سلطه ببلديه معينه، لحتى لزقوا كلمه أشوري بلغتنا السريانيه بالسويد. اي هون فهلا هالبلديه هاي عم بتجرب تسوق هالتسميه هاي، بحطوا مثلا اسيريسك سنيستريك سيريانسك، الاسيريسكا سيريانسكا هيك مع داش بيناتهم، سرياني أشوري سرياني هيك. انه هلا اذا بدي اقول علميا هالتسميه هاي ما لها اساس، ما في اي مرجع علمي بسمي هاللغه هاي لغه اشوريه. اللغه الاشوريه لغه معروفه قديميه، حتى منا لغه، هي في كتابه اشوريه، في لغه اكاديه كانت معروفه من اكثر من 2000 سنه. الاشوريين بذاتهم، الشعب الاشوري وقت اللي كان عايش قبل 3000 سنه تدريجيا تخلى عن لغته وصار يستعمل اللغه الاراميه، ومن وقتها لليوم اللغه الاراميه دارجه بكل فئات شعبنا من 2000 سنه لليوم، وكل فئات شعبنا بتسميها او ارامي او سرياني، كل واحد على طريقته. ما حدا سميها اشوري الا هالحزب هيدا اللي طلع من شي 50 سنه وصار بده يسمي حتى يسوع المسيح بده يسميه اشوري. فانا بوجه دعوه، اول شيء دعوة علمية، وتاني شيء دعوة ودية لهالمجموعة المتحمسة. حافظوا على حماسكم وحافظوا على شغلكم، بس حافظوا كمان على هويتنا وهويتكم، لأنه هالتحريف بالهوية، هالاستعمال الكلمات، استعمال مثلا اسم أشوري على كل شيء اللي بيزبط واللي ما بيزبط، ما بيؤدي لنتيجة إلا لمزيد من المشاكل بين شعبنا. ونحن بغنى عن المشاكل، لأنه المشاكل الموجودة كافية. اليوم أنا بهالجلسة هاي يمكن مش مطلوب مني أتعمق بالتسمية، بس إذا 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 بتسألوا أي شخص بيتكلم أي لهجة من لهجات لغتنا، بعد في اليوم 3 لهجات من اللهجات الآرامية محكية. في لهجة الكبيرة بالعراق اللي بيحكوها أكثر من 500,000 اللي اسمها السورث. هيدي كلمة، هيدي اسمها السورث، إذا موضحة بمطلع قاموس أوجين منا يلي بيسمي اللغة
كلداني او الارامي، بيقول انه